في حديثنا اليوم نسأل كيف يكون الدين دافعاً للتقدم؟ كيف يواكب العصر بعلومه وأفكاره؟ فضيلة الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب. كل هذه الأناقة وكل هذه البشاشة التي تطالعنا بها دائماً، يعني فضل من الله. أمي كانت دائماً تدعي لي على لهجة أهل الصعيد: ربنا يجعل في وشك جوهرة وفي حنكك سكرة. تلك مواصفات يعني الإنسان الذي يخاطب الجميع في الدين ينبغي أن يكون ذلك، لأن الله جميل يحب الجمال. لماذا يلجأ البعض إلى أسلوب التخويف؟ لأنه لم يتعلم أو لم يدرب. ما رأيك في التعليم الديني الآن في مصر؟ مناهج الدين تحتاج إلى تطوير كل سنة حتى نصل إلى هدفنا. كيف ترى أحوال المسلمين في العالم؟ المسلمين مش مستعدين لتلقي مضار أو منافع الذكاء الاصطناعي. أحب في نوع من التراجع مثلاً عن قانون الخلع لصالح المرأة. كيف لصالح المرأة؟ النهاردة الست بتشكي من قانون الخلع. لك يعني حضرتك صلة بمواقع التواصل الاجتماعي؟ بتابع من حين لآخر، يعني كل مثلا مرة في الأسبوع البلاوي اللي في التيك توك. في أوقات الفراغ حضرتك بتستمع الموسيقى مثلا أغاني؟ في أوقات الفراغ يعني بعد الأوراد وبعد الأذكار وبعد المهام بتاعتنا يعني اللي بنعملها. بحب أتفرج على الأفلام المصرية عن الدين والحياة ومتغيرات العصر، عن الدعاء والفتاوى والمجتمع. حديث العرب من مصر، الخميس 7 مساء على قناة مصر الأولى.